وعايزه اقول لك برضو امبارح الجزئيه بقى بتاعت وليد سليمان قد ايه كان طبعا. فيه يعني زي ما تقال كده امتنان من كل اللعيبه، من كل افراد الاهلي، من الجماهير. لا كان مشهد حلو يا كريم بجد، جدا لانه لاعب محترم جدا فعلا. واللي حصل ده حصل عن جداره وعن استحقاق، لان احنا بنتكلم عن لعيب استثنائي ولعيب محبوب مش بس من كل زملائه ومن الجهاز الفني والاداري، لا ده كمان من كل زملائه في الفرق المنافسه. احنا بنتكلم على لعيب زي ما كان استثنائي في مهاراته، كمان كان استثنائي في اخلاقه العاليه اللي الحقيقه كانت محببه فيه الكل. وليد سليمان عمره ما كان طرف في اي مشكله، عمره ما كان طرف في اي لغط اثاره بتصرف ما او برده فعل غير متوقعه، دايما كانت اخلاقه العاليه سابقاه وسابقه مهاراته كمان الحقيقه. فكانت جدا جميله اللقطات اللي شفنا من خلالها لعيبه النادي الاهلي وقد ايه كانوا حريصين على توديع وليد سليمان. كمان كان جميل جدا من اداره النادي ان هم خصصوا تيشيرتات لتوديع وليد سليمان، ارتداها كل لعيبه الفريق اثناء دخولهم لملعب الاهلي والسلام، كان مكتوب عليه من قدام شكرا يا حاوي، وبيحمل الرقم 11 على ظهر التيشيرت. طبعا ده الرقم اللي ارتداه وليد سليمان طوال مسيرته مع النادي الاهلي. كمان نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صورة للطفلين من مدرجات الأهلي والسلام، شايلين صورة بتستعرض إنجازات الحاوي وتيشيرت باللون الأحمر برقم 11. وهو قعد 11 سنة بالمناسبة. بصي وليد سليمان حد في حتة لوحده كده، يعني واخد بالك طول عمره على فكرة، يعني حتى من بداياته مع النادي الأهلي يعني طول عمره في حتة لوحده على الصعيدين أخلاقيا ويعني فنيا أو مهاريا. فالحقيقة يستحق كل الحب ده، وبنتمنى له أكيد كل التوفيق في كل ما هو قادم أيا كان اختياراته في القادم هتكون عاملة إزاي. اللي جاي بقى حلو كمان، عايز أقولك إن طبعا هو كان ليه كده امبارح تصريح يعني كان كاتبه، بس مش هنقراه كله لأن هو طويل. خليني أقول لحضراتكم جزء. يعني هو قال كده، قال سهل تعمل فلوس يا كريم لكن صعب تحقق إنجازات وتكتب تاريخ. هو مش مصدق، بيقول لا أصدق إن رحلة 11 عام مرت وإنني وصلت على خط نهاية مشواري الكروي. أتذكر حلم الطفولة وهو بيلبس الفانيلا الحمراء وهو صغير، أتذكر بفخر كم حاربت من أجل نيل شرف اللعب للأهلي، والحمد لله حققت كل ما كان يفوق أحلامي وما لم يخطر أو يخطر في بالي. حلو، وكان لسه طبعا ليه كلام كتير جدا، بس حلو قوي إن الواحد يكون في دخل مكان معين وهو بيعشق هذا المكان وقدر ان هو يحقق انجازات كتيره جدا في هذا المكان ونجاحات كبيره، واللحظه اللي هو بيخرج من هذا المكان بيكون سايب فيه اثر او تاريخ. تاني احنا بنقول الاشخاص ترحل ولكن ذكراهم او تاريخهم بيبقى، مش لازم وهو ميت، يعني الشخص مش لازم ما يرحل يموت، ممكن يرحل عن المكان، ممكن يرحل من اي من علاقه، يعني من اي شيء. الشخص في ناس كده لها اثر، لها بصمه، فممكن الناس ترحل لكن بتبقى افعالها، بتبقى تاريخها، بتبقى كل حاجه قدمها حلوة. فوليد سليمان فعلا من الناس اللي يمكن دلوقتي مسيرته خلصت في الملاعب، لكن أكيد مسيرته مع النادي الأهلي لسه طويلة. احنا عارفين أن حضراتكم أو عارفين مع حضراتكم على مر التاريخ ناس كتيرة جدا أو لعيبة كتيرة جدا بينتهي مشوارها في الملعب، لكن بيبدأ بقى في أمور أخرى. فبالتوفيق إن شاء الله كابتن وليد في كل ما هو قادم.